السلام عليكم. أيام البوسنة والهرسك قال علي عزت بيكوفيتش: إن من المضحك أن يصر الناس على أن يحصلوا على حق التعبير وحق التفكير، وحينما يحصلون عليه لا يستخدمونه. أما فيكتور هوغو فيقول: الجهد الكبير هو أن تحفر الهاوية للعدو المنتصر، وتعد المأوى للعدو المنهزم، وتقاتل من أجل أن تعفو. ثم يقول ألبرت أينشتاين: أنا لا أعرف ما السلاح الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، لكني ربما على يقين بأنه سيستخدم العصا والحجارة في الحرب العالمية الرابعة. ثم يقول لك آخر: لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس في التفريق بينكما. ويقول هتلر: إذا لم تعلم أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض وتؤدي إلى هناك. أهلا بكم مشاهدينا في أجندة حوار. أين نحن اليوم من مضامين ذلك المؤتمر المرتقب، مؤتمر جنيف 2؟ حتى الآن يتم الحديث عن تمثيل أشخاص، عن تحضير الطاولة، لكن لا يوجد حديث حقيقي يفهمه الناس بلغة مبسطة. ما هي المسائل الشائكة العالقة؟ ما هي الأولوية للقضايا التي تهم مستقبل سوريا وتهم مستقبل الناس والمنطقة، التي ستطرح على الطاولة وستناقش بكل شفافية؟ حتى الآن لا يوجد اتفاق على الأسماء، لا يوجد اتفاق ربما حتى على موعد وزمان وأيام ذلك المؤتمر المرتقب الذي يعول عليه الناس الكثير بعد ما وصلت الأمور إلى ما وصلت عليه في سوريا. هناك تقدم ميداني للجيش السوري وتراجع وتخلخل في صفوف المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى تشرذم في صفوف المعارضة حتى الآن لم تتفق على تسمية وفدها. وهناك دفع من قبل الغرب الذي رفع شعار الآن لا جنيف قبل إحداث توازن على الأرض، ويقصدون بذلك إمداد المعارضة المسلحة بالسلاح وجعلهم يذهبون وهم قد حققوا مكاسب ميدانية. سنناقش كل ذلك مشاهدينا أجندة الحوار في مؤتمر جنيف في برنامجنا أجندة حوار. أهلا وسهلا بكم جميعا، لكن بعد أن نستذكر ما جرى في الأسبوع الماضي. الأمل الوحيد حاليا لسوريا هو نجاح مؤتمر جنيف، وأن يكون هذا الحضور في هذا المؤتمر لأكبر طيف من المعارضة السورية. أنا كنت أتمنى أن لا يمثل الائتلاف، ولكن هذا للأسف أمر واقع. ائتلاف الدوحة وأنا أقصد سنذهب إلى جنيف حتى نغلق كل أبواب تلك الحجج أو تلك الأسباب. مع ذلك أقول إن من يمثل فعلا إذا حدث مؤتمر، قد يكون جنيف قد يكون بروكسل إلى آخره، إذا حدث فإن من يمثل أنا كمواطن سوري، من يمثلني طبعا انتصارات الجيش العربي السوري في البعدين السياسي والميداني. طيب هل يعقل أن السوريين وصل بهم الحال أننا إذا أردنا أن نعالج وضع سوريا سنذهب إلى جنيف وبحضور مظلة أمريكية روسية أوروبية أيا كانت حتى نتحاور فيما بيننا نحن السوريين؟ أنا لن أقول من يمثلني، أنا سأحكي عن الواقع السوري. تفضل. أكيد يجب أن يذهب إلى مؤتمر جنيف الدولة السورية بكل قواها المدنية والعسكرية والأمنية، فهم الطرف الأساسي لحل الأزمة السورية. حياكم الله مشاهدينا وبياكم أينما كنتم، هذه حلقة جديدة من أجندة حوار. ضيوفنا الأكارم لهذه الليلة الأستاذ فاتح جاموس، قيادي بحزب العمل الشيوعي وتيار طريق التغيير السلمي، أهلا بك. شكرا. معنا الأستاذ خالد عبود، أمين سر مجلس الشعب السوري، حياك الله. أهلا بك دكتور. ومعنا الدكتور حسان سلوم، قيادي سابق بالحزب السوري القومي الاجتماعي وناشط سياسي سوري، أهلا وسهلا بك. خلونا نبدأ من التعريف العام. هلا تحدثنا نحن عن أهمية جنيف، أنه لا عاد في مناص من الذهاب إلى جنيف للتسوية السياسية الشاملة ولتكلل كل ما جرى على الأرض
بشيء سياسي، السياسة هي التي تأتي مثل المدحلة لتسوي الأرض لإعادة بناء منتج جديد بعد ما وصلت إليه الأمور إلى ما وصلت إليه. أستاذ فاتح، برأيك مؤتمر جنيف ما الذي يجب أن يناقشه كأولوية لتعتبر الخطوة الأولى في طريق الألف ميل إذا جاز التعبير لنشهد غد سوريا الجديد؟ الخطوة الأولى التي يجب أن يناقشها مؤتمر جنيف والأطراف أو الشركاء في مؤتمر جنيف والأطراف الأخرى الراعية مسألة أساسية وحاسمة، هي وقف الأزمة السورية والخروج الآمن أو بأقل التكاليف منها. هناك أزمة وطنية سورية مستعصية بشكل خاص على إمكانية الحسم بالعنف، هناك مخاطر وأثار كبيرة جدا جدا وقعت على رأس الشعب السوري بشكل خاص على الكتلة الغالبية من الشعب التي لم تستقطب إلى طرفي الصراع العنيف، وبالتالي هذه الأزمة أيضا تحتمل انفتاح إلى احتمالات أخرى كارثية. المطلوب أولا وقف هذه الأزمة بوقف العنف بقدر الإمكان ومحاصرة العنف الذي لا يتوقف عبر شرعية دور الدولة وشرعية دور الجيش، وبالتالي إطلاق عملية سياسية جادة من أجل التنفيذ فعلا، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو خلق بيئة آمنة وجادة وتوافقية من أجل إجراء تغيير ديمقراطي جذري وشامل ولا يسمح بإعادة أسباب الأزمة التي انطلقت في سوريا. كيف يمكن يعني إعمال هذا الذي تتحدث عنه في آخر فقرة؟ في الفقرة الثانية بصراحة، إذا كان المقصود هو إجراء تغيير ديمقراطي جذري شامل، هذا الأمر يحتاج أولا للعمل على الهدف الأول هو الخروج من الأزمة وخلق الأجواء، وهذا يحتاج إلى عمل كبير جدا جدا، وأنا أعتقد أن التعقيدات بمجملها تقع في الشق الأول بصراحة من العملية السياسية بكل المعاني تماما. ومن عندما نخلق هذا الجو، عندما نتفق على مبادئ الحوار الأساسية، عن مبدأ التوافق، عن مبدأ إطلاق الحوار بمن حضر، على مبدأ عدم التدخل، على كل هذه المبادئ الأولية، وعندما نطلق العديد من الملفات الحساسة والهامة كخطوات تمهيدية من أجل إطلاق التوافق، عندما نجري كل هذا الأمر ونتفق على أيضا بصورة توافقية على وسائل التنفيذ ووسائل الضمان ووسائل الرقابة، كل الأطراف المعنية، بعد ذلك نخلق جو الفعلي من أجل إطلاق حوار حقيقي حول المنظومة الدستورية والتشريعية والسياسية من أجل التغيير الديمقراطي الجذري الشامل. وهذه المنظومة من وجهة نظري يجب أن تبدأ بالتأكيد بمبادئ أولية وأساسية، كأن تكون عقد سياسي اجتماعي أو ما يمكن تسميته ميثاق عمل وطني. مثل هذه المبادئ يمكن أن تسهل الأمر كثيرا جدا أو أن تعقده في حال عدم وصول إليها، ويجب أن تنعكس في الدستور وفي القوانين الأساسية كقانون الانتخاب والإعلام وكل القوانين الأخرى التفسيرية، وبالتالي يجب أن نتفق على وساط إكساب هذه المسائل الشرعية إن كان عبر الاستفتاء أو عبر الانتخابات، وعبر تسجيل هذه الوثائق التي تتفق عليها في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، ومن ثم الوسيلة الأساسية للتنفيذ ما يمكن تسميته حكومة وحدة وطنية، وربما البعض سيحتاج على هذه التسمية لتكون حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية كلها تأتي بالتوافق وتوزيع صلاحياتها والتناوب في رئاستها مثلا، وبالتالي تقسيم المناصب فيها إن صح تعبير الوزارات وخلق وزارات جديدة. عندما يتم الاتفاق على هذا الأمر تصبح الأمور بصراحة في بداية فعلية لإطلاق العملية السياسية، وساعتها إذن سنخرج فعليا بصورة آمنة من الأزمة، وستجري العملية التغيير الديمقراطي الجذري الشامل عبر هذه الوسيلة المؤقتة. هذه تعتبر شروط مسبقة؟ بصراحة لا يوجد فيها أي شرط مسبق، ويجب أن يكون هناك أي شرط مسبق. حتى لو اتفقنا على ضرورة توافق على مبادئ أولية على طاولة الحوار، مثلا ألا نعود للمربعات الأولى كي نضيع الوقت، مثلا أن نتفق أن كل شيء توافق وهذا حد بداية في ظل التوازن وظل الاستعصاء القائم، أن نتفق مثلا أن الأطراف الأخرى لا علاقة لها بالحوار، الأطراف الخارجية هي مجرد أطراف رعائية. وحتى لو لم نتفق على هذه المسائل، حتى لو لم نتفق أن الأمر أمر أزمة، سيدعي البعض أن هناك لا يزال الأمر أمر ثورة مثلا وأمكان شروط ثورية تحقيق، مع ذلك إذا لم تمكن من الاتفاق على هذه المبادئ يجب ألا تتوقف العملية بالتأكيد، وإذا لم تحضر بعض الأطراف يجب ألا تتوقف العملية. يجب ألا نطرح أي أمر بصفته شرطا مسبقا إطلاقا، لكن إذا تمكننا من التوافق على الحد الأدنى من المسائل سيكون هذا مشجع وميسر للعملية. أستاذ خالد، تتفق مع ما طرحه الأستاذ فاتح من هذه الرؤية لأولوية أولوية حوار ونقاش في مؤتمر جنيف؟ بداية علينا فهم التاريخ، تاريخ مهم في هذا السياق، وهناك تجارب وسياقات تاريخية حاكت مثل هذه التجربة وهذه المحطة.
التي نذهب إليها أو سيذهب إليها ربما يظن البعض هكذا أرى هكذا أزعم بأنه يظن البعض أن هذا المؤتمر من أجل السوريين ومن أجل قوى ومكونات سياسية سورية في حين أنني لا أرى الأمر كذلك. إنما أنا أرى الأمر أن هناك اشتباكا دوليا على مستوى المفصل السوري. هذا الاشتباك استعصى وصل إلى نتيجة الاستعصاء أو إلى حالة الاستعصاء يحتاج الآن إلى منصة جديدة. هذه المنصة هي منصة جنيف. جنيف ليست لن تقوم بين مكونات سورية، ظاهرها أن هناك سوريين سوف يجتمعون، لكن في حقيقتها في كينونتها أن هناك قوى دولية تريد أن تصرف ما جمعته من ملفات في السياسة وفي الدبلوماسية وفي اقتسام المنطقة. إذ أننا ضع المثال التالي، افترض أن الوطن السوري أن الدولة السورية أن النظام بين قوسين قد سقط، فهل أنت تحتاج إلى مؤتمر جنيف؟ كان يمكن أن يتقدم طرف كي يسيطر على المفصل السوري وبالتالي ليس بحاجة لطرف آخر كي يجلس معه على منصة. أنا أزعم في هذا السياق فهمي لجنيف على أنه لن يتوقف عند كل هذه العناوين التي تشغل بال السوريين لا من قريب ولا من بعيد، سنفاجأ بذلك، وإنما سيتوقف عند الملفات الأساسية التي يلقي عليها القبض كل طرف دولي. وإلا ما علاقة وجود الإيراني من عدمه في منصة جنيف لجهة حل وحوار وتفاوض سوري؟ يعني أنا لا أصر كثيرا على المفردات الآن والعناوين، لكن أحاول أن أستعرض كل العناوين التي يستعملها الأخوة في كل المكونات وفي كل التكوينات السياسية. أنا أقول على العكس، أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي بامتياز للقوى التي اشتبكت وبالتالي أضحت تحتاج له كحاجة وضرورة. قد ينتق سؤال لديك وتقول لماذا أنت ذاهب إلى جنيف إذن؟ أنا هنا الآن أمثل السوري. طرف الدولة الدولة السورية. البعض يقول النظام، فريق سياسي، السلطة، أنا الآن أمثل الدولة السورية. الدولة السورية أضحت ترى أيضا تدفع باتجاه أن يكون هناك مؤتمر دولي. لماذا؟ لفض الاشتباك، لإيقاف العنف، أي عنف، ليس الذي يمارسه السوريون ضد السوريين أو ضد بعض السوريين، لا، هناك بيئة دولية وبيئة إقليمية ناهضة صاعدة في الشهور الماضية في السنتين ونصف الأخيرتين هي التي أسست لهذا الاحتدام وهذا الاشتباك الذي ظاهره سوري سوري. طيب كيف يوقف هذا الاشتباك؟ هل يعود إلى قرار السوريين فيما بينهم؟ أشك في ذلك. إنما هو يعني شو هذا يكون؟ هذا يحتاج إلى قرار هذا يحتاج إلى قرار بيئة دولية، إلى اتفاق بيئة دولية صاعدة وبيئة إقليمية سياسية صاعدة. خذ المثال التالي، إذا قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اتفق فريق الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مؤتمر جنيف على أنه أوقفوا العنف، أوقفوا القتال، من سيقاتل من السوريين؟ أنا باعتقادي أنه لا يوجد هناك طرف قادر على أنه يرفع السلاح في وجه الدولة أو في وجه طرف آخر. إذن بالمحصلة أستطيع أن أقول لك بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي بامتياز يعبر عن ناتج حالة اشتباك في المفصل السوري لا علاقة للسوريين بها لا من قريب ولا من بعيد. يعني تريد أن تقول بأن الملف السوري في مؤتمر جنيف هو ملف تكميلي؟ هو ملف ثانوي تكميلي؟ هو ظاهره هو ظاهره أن هناك أطراف سورية سوف تجتمع و إلى آخره وسوف تتحاور، لكن في تقديري أن الحوار الأساسي لن يتم في جنيف. الجنيف هو عبارة عن محطة نقلة، كل الكلام الذي مر عليه أخي فاتح قبل قليل هذا سيحصل بعد إذا حصل مؤتمر جنيف، إذا فض الاشتباك، بعد عودتنا إلى الداخل السوري ممكن أن نتفق على جملة هذه العناوين. حتى دعني أقول لك بأن البعض سوف يحاول أن يستعملنا، وأنا آسف لهذه الكلمة. كيف يعني يستعملنا؟ قوى دولية سوف تحاول أن تستعملنا. على سبيل المثال ممكن مثلا دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل قوى سياسية من المعارضة، هي ما عم تمون، عم تقول لك أن لا أمون على الدولة السورية أو على الفريق الذي يقود الدولة السورية الآن، ممكن أن تستعمل بعض الأخوة في المعارضة. طيب يمكن لروسيا أو الحلفاء مع سوريا الآن أن يستعملوا سوريا حتى رسميا؟ في تقديري أنا لا، غير قادرين على استعمال سوريا. لاحظ، لأساسية رئيسية أن الطرف الذي قاد المعركة في سوريا، لاحظ، هو دول المعركة ولم يدول الملف، لم يتحول إلى أداة، وإنما كانت له مواقف ناتئة شاذة حتى عن السياق الروسي. فالروسي في تقديري أنه استفاد من الصمود السوري ولم يحرك القضية، يعني من جهة الدولة لم يحركها 100%.
ربما تناول الملفات مع السوري، ربما أعطاه للسوري أي كدولة، والدولة السورية أعطت للروسي. يعني أنا في تقديري أنه عندما ناوله الفيتو، عندما أعطاه الفيتو لم يعطه للسوري 100%، يعني هذه الورقة، هذه الفيتو أنه 100% من أجل عيون السوري، لا، في تقاسم مصالح، في فهم لاستراتيجية المعركة. في تقديري أنا أخطر ما في الأمر هو أن هناك قوى دولية ممكن أن تستعمل طرفا سوريا، هذا يندرج أو هذا يطبق على الدولة السورية وعلى بعض مكونات المعارضة أيضا. سأعود إليك أستاذ خالد. دكتور حسان، بالتأكيد هناك الآن يعني ثمة رؤية تتبلور لدى الكثير من الأطراف، سواء في الداخل السوري العاملة في السياسة والناشطة فيها أو حتى في الخارج، الهون لهم الآن معطيات ووقاع وركائز حتى يذهبوا برؤية وبأجندة إلى جنيف، واللي في الخارج كمان لهم رؤية، ويعني إذا ما كنا نتحدث عن إملاءات، لكن هناك الآن أصبحت رؤى مختلفة للذهاب إلى جنيف. ما هي برأيك الركائز الأساسية التي تحمل العنوان الوطني العريض لسوريا، لمستقبل سوريا، التي يجب أن ترتكز عليها القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتطرح كأولوية في جنيف؟ تفضل. طبعاً بس بحب أعلق تعليق صغير. أنا مع الأستاذ خالد، لو لم يكن هنالك عامل خارجي لما حصلت الأزمة السورية أصلاً. يعني أنا لا أعتقد أن الأزمة السورية حصلت بسبب عوامل داخلية. صحيح الأخطر في الموضوع هو الحامل الداخلي، ومهمتنا نحن كقوى سياسية وكمثقفين وكسوريين وطنيين أن نعيد الأزمة إلى حاملة الداخلي لحتى نحلها فيما بيننا نحن. لكن لو لم يكن هنالك عامل خارجي لما حصلت الأزمة من أصله، أو كانت الأزمة لها وجه آخر. أنا أعتقد أن هذا لا يلغي، أنا آسف للمقاطعة، لن أقاطع أحد، بس هذا لا يلغي أن هناك ملاحظات وأن هناك مطالب وأن هناك مجموعة من العناوين السالبة على مستوى مفهوم الدولة بكليتها. طبعا. هذا لا يلغي، هذا الحامل الداخلي، هذا هو الحامل الداخلي، مجموعة المسيرة المتراكمة منذ الاستقلال حتى الآن، هذا حامل داخلي بمعنى. لكن اليوم إذا رايحين نحن على جنيف، رايحين أنا بقناعتي يجب أن يكون لدينا هدف واحد فقط، الاستفادة من فرصة التوافق الدولي لوقف العنف في سوريا وإعادة الحوار إلى الداخل السوري، بند وحيد فقط لا غير. هذه الأولوية، وقف العنف، هذه الأولوية، لأن وقف العنف مسألة ليست بالبساطة، هناك قوى مرتبطة، هناك من يمول، هناك من يدفع، من يضمن أن العنف سيقف إذا ما في قوى خارجية تضمن ضغط على المجموعات المسلحة وعلى من يحمل السلاح؟ لا يمكن عمليا إيقاف العنف فقط بمجرد الاتفاق، تعالوا نوقف العنف يا شباب، بيوقف العنف. يجب أن يكون هنالك ضمانات دولية، قوى ضامنة، العامل الخارجي يجب أن يضمن هو الضغط لوقف العنف حقيقة، ليصير وقف العنف أمر واقع. طيب وإلا ما لماذا دائما يعني من يتابع موضوع جنيف أو يتابع موضوع الوضع الميداني والسياسي بأن الأمور يعني هي أبعد ربما كثيرا عما نحلم به، أنه ممكن والله بجنيف بجلسة واحدة، جلسة ودية ربما أو جلسة حامية سنخرج من بعدها والعنف قد توقف بكبسة زر؟ لماذا نظن بأن الأمور أحيانا نحن من خلال المتابعة أنها لا، هي أصعب مما يعني نتصور، وربما تذهب إلى أمد بعيد من هذا؟ أعتقد أن الوضع نضج بحيث اقتنعت جميع الأطراف أن الحلسم السياسي العسكري غير وارد. لو كانت كيف أحد الحل العسكري غير وارد يا سيدي دكتور؟ والآن الأمور يعني صارت يمكن أسخن من ذي قبل، أسخن من ذي قبل من حيث شدة المعارك، أسخن من ذي قبل من حيث انقلاب بعض الموازين العسكرية في بعض المناطق، صحيح، بس هذا لا يعني حسم وسيطرة عسكرية كاملة. طيب أنا أنت لديك مجموعة مشكلات كبيرة حتى بعد وقف العنف، هنالك مجموعة حمل السلاح متفلتين عن أي سيطرة، ماذا تصنع بهم؟ أنت بحاجة مؤسسة عسكرية قوية لكي تستطيع أن تسيطر على هذه المجموعات المنتشرة بكل أرجاء الوطن السوري. أنا اسمحوا لي حتى يعني نعيد نذكر بما بدأنا فيه من طرح لمحاورنا في هذه الليلة، نذهب مع التقرير الذي أعده زميلنا
أدونيس عصام شدود في ما رصده من قراءة للشارع السوري وللتحليل السياسي. نتابع ونعود مع ضيوفنا الأكاديمي. لقاء باريس اليتيم الذي جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لمناقشة جنيف 2 وهوية المشاركين فيه من ممثلين النظام السوري الرسمي والمعارضين له. هذا اللقاء تمخض عنه ما سمي اتفاق كيري لافروف. تسريبات عديدة قالت بأنه تم الاتفاق على أن يستثنى من النقاش في مؤتمر جنيف 2 وزارات الأمن والقوات المسلحة والمخابرات والبنك المركزي، هذا دوليا، بينما الخصوم السوريون من ارتاد الخارج منهم ومن كان في الداخل، فتتباين وتتعدد وتختلف النقاط التي يستثنيها كل طرف منهم من النقاش ويضعها خارج موضوع الحوار. فائتلاف الدوحة يرفض بقاء الرئيس الأسد حتى انتخابات العام 2014، وتطلب هيئة التنسيق الوطنية المعارضة التي يتولى رئاستها في المهجر هيثم مناع أن تتضمن قرارات جنيف 2 نشر قوات دولية يتفق عليها مختلف الأطراف من أجل تنفيذ فعلي لوقف إطلاق النار. هذا الأمر الذي تعارضه بعض الشخصيات في المعارضة الموجودة في الداخل، والتي ترفض أي تدخل خارجي على الأراضي السورية وتطلب من الحكومة الاستعداد لقبول جنيف 2 للتفاوض من أجل نقل السلطة. أما الإخوان المسلمون فما زالوا يدرسون المشاركة في المؤتمر المنتظر من عدمها، وبدورها المجموعات المسلحة على اختلاف انتماءاتها ترفض فكرة الحوار أصلا ولا تهتم عقد جنيف 2 أم لم يعقد. القيادة السورية أعلنت موافقتها المبدئية للمشاركة في المؤتمر دون الخوض في التفاصيل ودون أن تضع فيتو سوري على أي نقطة إلا بما يمس السيادة الوطنية من وجهة النظر الرسمية. يبقى السؤال، ما الملف الأهم الذي يجب أن تتفق عليه الموالاة والمعارضة في مؤتمر جنيف 2؟ وهل من مسائل يرسم تحتها الخط الأحمر في الوقت الذي يتمنى فيه الجميع أن يرسم مستقبل أفضل لسوريا؟ لبرنامج أجندة حوار، أدونيس عصام شدود. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. أستاذ فاتح، مؤتمر جنيف هذا الذي يعني يمكن صرنا نسمع أكثر من سلام عليكم كل يوم، أي واحد تسأله تسمع منه مؤتمر جنيف، حتى الناس معولين أمل على ما يبدو كبير. نحن لا نريد أن نحبط أحدا، لكن حتى الآن من خلال التقرير شفنا الشباب اللي موجودين برا، يعني كأنه هناك لا توجد نية جادة فعلا حقيقية للذهاب إلى جنيف، طبعا بصرف النظر عن الأوروبيين، بعدين نرجع نحكي عن الأمريكان الأوروبيين وغيرهم، لكن السوري في الخارج كأنه الأمور يعني حاط إيده بالمي وأهله بالنار عم يحترقوا للأسف، وهو لسه لأنه ما بيرضى على فلان وفلان ما بيرضى على فلان، ولساتنا عم نلف وندور بحلقة مفرغة. من الأحق اليوم أن يأخذ زمام المبادرة ويحكي لهم خلص أخي أنتوا طلعوا نحو على جنب وإحنا راح نروح نبلش وهذه أجندتنا وسندخل بقوة إلى جنيف، بالعكس من مصلحتنا أن يعقد جنيف اليوم قبل بكرة؟ قبل أن أجيب أريد أن أنوه خاصة للصديق خالد، أنا باعتقادي الأصوب القول أنه يمثل فعلا السلطة وعلاقة السلطة في الدولة، وألا سيخرجني خارج كل مفهوم الدولة، وأنا ضد انفراغ الدولة وأنا مع الدولة وتعزيز دور الدولة بالتأكيد، هذا مهم بصراحة. يعني خاصة بحضور الأطراف في جنيف هذا مهم جدا، هناك طرف في السلطة وحلفاء السلطة بالتأكيد، وهناك طرف آخر في المجتمع. سأنتقل للجواب على سؤالك مباشرة. أنا باعتقادي الأحق في هذا الأمر هما طرفان داخليان بامتياز بصراحة شديد جدا، طرفان داخليان بامتياز، طرف أعلن أنه مستعد للحوار هو النظام وتقدم بمبادرة ذات خطوط عريضة قابلة أن تماما ينسج عليها، وهناك كتلة شعبية واسعة، البعض يدعي أنه يمثل طموحات وأمال هذه الكتلة الشعبية الواسعة، كتلة لم تنضم إطلاقا، لم تستقطب لطرفي الصراع، ويقع بشكل أساسي الأزر الرئيسي عليها، حوالي 4 ملايين مهجرين داخل الوطن، حوالي 1.5 مليون خارج الوطن، غياب أمان كامل على الطرق، والكثير جدا من المخاطر بصراحة، تدمير كامل الوضع المعيشي خاصة علاقة الدولار بالليرة السورية والوضع. هذه الكتلة الشعبية ومن يدعي فعليا أنه في خط الانتقال السلمي التدريجي الآمن سابقا وضرورة التغيير
الديمقراطي الجزري الشامل بصورة سلمية وينبذ العنف ويريد وقف العنف، أنا بتصوري هذون الطرفين هم أصحاب الحق. هناك هيئة التنسيق لا تزال بصراحة إن صح التعبير تحوس بين الحالتين، بين استمرار العنف للضغط على النظام لإسقاطه وبين الادعاء بإسقاط النظام بطريقة سلمية. بالتالي أيضا هي طرف وطني داخلي في كل الأحوال، أيضا هذا الطرف مع أطراف المعارضة الأخرى وطرف النظام، هذان الطرفان يجب أن يطرحا مباشرة مؤتمر حوار وطني شامل وأطلاق عملية سياسية لمحاصرة أي طرف آخر داخلي أم خارجي يريد استمرار العنف. هكذا تتطلب أي أزمة وطنية في أي وطن في العالم. بس نقطة، المحاصرة هنا بهذا المعنى تعني الإقصاء الآخر؟ تعني بالضبط مواجهته عنفيا إذا صرع العنف عبر تعزيز، حتى لو كان يدعي أنه هو ممثل يعني شرعي عن الشعب السوري أو غيره. أنا بدي باعتقادي الشخصي من المعيب عن أي طرف في الدنيا أن يفكر الآن أن يطرح على الأقل الإعلام أنه يمثل الشعب السوري. هناك حالة انقسام وطني عميقة في الشعب السوري، وهذا من أهم دلالات الأزمة الوطنية الشاملة. تقصد أن هناك إشكالية في ادعاء الشرعية حتى؟ أنا أعتقد تعب الشعب السوري في فكرة الشرعيات السورية، وهذا أيضا بحد ذاته معيب وخطير جدا جدا بصراحة. الآن في وضعية الأزمة الوطنية، ومن أكبر المخاطر أن يدعي أحد أنه يريد صناعة ثورة وأن يفرض شرعية ثورية على الناس، إن كانت شرعية ثورة إسلامية أم ثورة وطنية ديمقراطية. حتى الشرعية السابقة للسامي من أزاد باعتقادي جرى عليها الكثير من التغييرات القانونية فعلا، وحتى في الخطاب جرى عليها الكثير من التغيير، وهذا مهم في تاريخ الوطن السوري بصراحة. الآن ليس وقت إطلاقا لتناطح الشرعيات، لقد تلف الشعب السوري من فكرة الشرعيات وفرض عقوبات على الآخرين ومحاكم وكل أشكال الفروض بسبب الشرعيات، ولقد سبق التحالف أو الشيوعيين الآخرين في هذا الأمر، وهذا أمر خطير جدا خاصة في ظل الأزمات الوطنية. في الأزمات الوطنية الصوت رقم واحد الذي يجب أن يرتفع وقف الأزمة والعنف. اثنين، التوافق، حضور كل الأطراف، كل أطراف شركاء، يجب ألا نستبعد أحد، ألا نضع شروط. هذا هو مفهوم الأزمة الوطنية المستعصية فورا. ما عدا ذلك سينتقل أي طرف يرفض هذا الأمر للأسف إلى موقف لا أخلاقي بصراحة، وسيكون بالتأكيد يعمل على أجندات خارجية بصراحة شديدة جدا. أنا باعتقادي هالأطراف الخارجية من تقول أنها الآن مع الحوار ولديها ورقة عمل، في الداخل يجب أن تطلق هذه الأطراف عملية سياسية مباشرة، وفي الداخل يجب عدم انتظار دعوة جنيف. مع أهمية دعوة جنيف يجب القيام بجهد وطني داخلي، وهذا هام جدا جدا من أجل خلق سياقات مختلفة عن كل تخوفات المعركة السياسية في جنيف، وبالتأكيد سنواجه معركة سياسية كبرى من أجل تثمير الوقائع العسكرية والجغرافية في الساحة السورية، ومن أجل أيضا وضع بصمات حقيقية لجهد الداخل، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإطلاق مؤتمر حوار بالتغادي من هو صاحب الدعوة. النظام، هيئة التنسيق، ائتلاف قوى التغيير السلمي، يجب إطلاق هذه الدعوة. لكن يا سيدي يعني إحنا على مستوى أنه أحيانا هون يعني بمحطتنا وببرنامج المتواضع نوجه دعوات أخي تعالوا شاركوا عندنا ببرنامج، هذه نافذة حرة مفتوحة لتدلوا بآرائكم حتى الناس تعرف وجهات نظركم. ما حدا عم يرضى يتعاون، ما بالك أن يروحوا بمؤتمر جنيف لحتى يمثلوا الأصدقاء يعني في التنسيق. يعني كيف يمكن إذا كنت تقصد تتعاون بالمستقبل الأصدقاء في التنسيق؟ أنا باعتقادي لا تزال ثقافة هيئة التنسيق مع معرفتي بعدد واسع جدا هائل من الرفاق والأصدقاء لا تزال قائمة على مفهوم أن هناك ثورة بصراحة، وهناك أيضا مهمة حاسبة بالنسبة لهم هي إسقاط النظام واتكاء على جهد دولي، وأنا أوجه الآن لهم نداء بصراحة وبكل محبة وود وحميمية، فكروا جيدا إذا كنتم تريدون أن تتنبهوا أن هناك معركة سياسية في الخارج، يجب أن ننطلق من الداخل بحد أدنى من التنسيق. تعالوا إلى أي ندوة، أنا أدعوكم إلى أي ندوة، مع النظام ولا مع منظومة التغيير السلمي ولا مع أي طرف، في كل الوسائل الوطنية خاصة وإنشئتم بالوسائل غير الوطنية، هذا مهم جدا للشعب السوري. الهرب منه والابتعاد عنه هو شيء ضار جدا جدا، يجب على الناس أن تميز بين مواقف الأطراف خاصة قبل جنيف، ويجب أن نعمل سوية على جهد وطني داخلي بين أطراف المعارضة وفي مؤتمر حوار وطني أيضا مع النظام، لأنه طرف أساسي وحاسم في الأزمة الوطنية السورية. طبعا على فكرة أنه الكمال بيجي عندنا رح نضيفه قهوة، هاي قهوة الأستاذ الضيوف هذا أستاذ خالد، هذا أغراء يعني مش لا أهلا وسهلا يعني إحنا بالنتيجة بالتأكيد يعني كنا بدنا نبني هالبلد، هذا أغراء لإطالة الحديث. أيوة أستاذ خالد، الآن ما يجري
على الساحة طبعا في الداخل وفي الخارج بالتأكيد يستوجب وقفة حقيقية، وقفة صدق مع النفس. نحن نتحدث حتى إذا تحدثنا في موضوع المصالحة نتحدث عن مصارحة يجب أن تسبقها. يعني هل تعتقد أنه إحنا فعلا بحاجة الآن أن يقف الجميع بكل ما يعنون من عناوين، أن يقفوا وقفة صدق مع أنفسهم لإنقاذ هذا البلد؟ البلد بحاجة إلى تنازلات، وبحاجة إلى أن كل واحد يجي على نفسه بخطوة، وأن تتقدم بعشر خطوات حتى تحصل على خطوة ربما من خصمك. وأذكر حضرتك سميت الطرف الآخر سميته بخصم وليس بعدو، لأن الخصم يعني يقتضي فيما يقتضيه موضوع المنافسة، وهذا شيء مشروع. أن يتنافس الجميع على إدارة البلد أو يتنافس الجميع على تطوير البلد هذا أمر مشروع، التداول السلمي وغيره. يعني أين تجد الآن النقطة المفصلية التي ننطلق منها جميعا؟ وأعود وأقول في جنيف، إذا كنت تتحدث في عنوان أخلاقي أعتقد أن كثيرين من بيننا يتحملون مسؤولية هذا العنوان الأخلاقي، لكن لا أعتقد لكن لا أعتقد أن المسألة يعني موقوفة على عنوان أخلاقي. ما يجب أن نفعله وما يجب أن يفعله، ما يجب أن نفعله نحن كطرف أو ما يجب أن تفعله الأطراف الأخرى أو ما يجب على المواطن أن يقوم به، هذا خطاب أخلاقي وطني صاحب عنوان عريض وكبير يتعلق بمثل وأولويات وعناوين أساسية نعيشها كمواطنين. لكن في جزئية هامة من طبيعة الحاصل على مستوى الداخل السوري والخارج أيضا، ما يرتب على مستوى الخارج، لا، القضية مربوطة بمصالح، بمصالح لقوى دولية وقوى أقليمية لا ترى أحد من السوريين. يعني ولا تقف عند الدماء التي سفكت من أي طرف، ما في عنده مشكلة. عدد الضحايا، عدد الشهداء من السوريين ما عنده مشكلة، من الطرفين ما في مشكلة. المسألة، الصراع الأساسي يقوم على مصالح عليا ولا يقوم على أساس أخلاقي أو إنساني. وبالتالي عندما تخاطبني بهذا المعنى أنت تدخل علي مدخلا أخلاقيا وإنسانيا، في حين أن المسألة ليست كذلك. يعني ضع الآتي: الهجوم الخارجي عليك استعمل أدوات خارجية داخلية. قد تقول لي بأن هناك عيبا في اصطفاف المجتمع أو في تركيبة المجتمع، مسؤول عنه طرف ما أو أطراف ما على مستوى الداخل جعلت هذا الدخول سهلا إلى حد ما. أقول لك هذه مسألة أخرى، لكن دعني أقول بأن هناك داخلا سوريا أو أن هناك جزءا من الداخل السوري قد استعمل في عملية الهجوم على من؟ على الوطن السوري، على الدولة السورية، قل ما شئت، لكن استعمل جزء من الداخل السوري. أيضا في السياسة استعمل جزء من السوريين. وبالتالي عندما ترى أن هناك فريقا رفع إسقاط النظام أو شعار إسقاط النظام منذ الشهور الأولى لفترة زمنية ما معينة، والآن يجر إلى جنيف تحت عناوين مختلفة عن العناوين الأولى، طيب من الذي أقنعه؟ طيب بكرة عندما تعطى التعليمة لقوى داخلية أو أدوات داخلية استعملت، استعملت السلاح في وجه الدولة وفي وجه مكونات مجتمعية أخرى، عندما تعطى التعليمة له بوقف العنف أو وقف القتال، إذن هو لم يتصرف من تلقاء نفسه وإنما تحول في لحظة من اللحظات إلى أدوات. دعني أكون معك واضحا، هناك جزءا واسعا من المعارضة السورية استعملت كأداة. طيب السلطة لها استعداد كامل في أن تتحاور مع هذا الطرف الذي هو استعمل من ذي قبل؟ عظيم جدا. هنا في مسألة يجب الانتباه لها، وهي دعنا في جنيف الإخوة المواطنين، أعتقد أو أن الإخوة المواطنون بحاجة دائما إلى التركيز على العناوين الأساسية التي نحاول أن نفتحها. هلأ أنا طرف الدولة، سأذهب إلى هذه المنصة أحمل علم الجمهورية العربية السورية، من يحضر من طرف الدولة ما في عندي مشكلة، المهم أن تمثل الجمهورية العربية السورية بعلمها الوطني وتمثل كل مؤسساتها حاضرة على هذه الطاولة. لا اختلاف عند الدولة على من هو الذي سيحضر، ممكن عبد الحميد وممكن خالد عبود وممكن الأخ وليد المعلم أو دكتور فيصل مقداد، ما في مشكلة. الدولة بالنسبة لديها هذا الأمر محسوم. سنذهب إلى هناك لا لنتفاوض مع أحد من السوريين. الأرض أو المنصة الطبيعية للحوار ولعملية سياسية ومحطة سياسية قادمة هي جغرافيا السورية. نحن لن نلتقي في جنيف من أجل تقاسم الوطن السوري، ولن نلتقي في جنيف من أجل أن يملي علينا أحد من الخارج ماذا يمكن أن نفعل في الداخل السوري. وإلا لماذا قدمنا كل هذه التضحيات؟
سنحضر في جنيف، نعم، من أجل ماذا؟ لاحظ، من أجل الانتقال بعدها، بعد هذه المحطة، إلى محطة جديدة أو إلى مرحلة جديدة، وهي إيقاف سفك دماء السوريين. يعني أنه هذا ليس هو الأولوية القصوى في مؤتمر جنيف 2. الأولوية القصوى بالنسبة لدى الدولة والفريق الذي أمثله هو إيقاف الاقتتال داخل سوريا، أن تحل عنا هذه القوى الدولية والإقليمية التي تمول على مستوى الداخل، عندها مباشرة الأرض خصبة لحراك سياسي مطلق على مستوى الداخل السوري. تسألني ما هي الضمانة لذلك؟ ما هي الضمانة لذلك؟ أقول لك الضمانة لذلك أن هناك دستورا بين يدينا الآن، وجملة من القوانين مهدت لأخوة في المعارضة أن يتقدموا خطوات هامة لجهة أن يكونوا في السلطة وفي مؤسسات الدولة وبفرادة مطلقة، وتركوا بصمات هائلة على هذا المستوى. طيب. إذن لا نعول لا من قريب ولا من بعيد، ويخطئ من الأخوة السوريين كل من يعول على أن هناك حصادا سياسيا أو وطنيا يمكن أن يأتي له من جنيف، على من؟ على حساب من؟ على حساب فريق سياسي. أيوة. سوري آخر. لكن باختصار، ما البديل عن جنيف؟ إذا ما بدنا نروح على جنيف، شو البديل اللي ممكن نقدمه؟ عظيم جدا. شوف، محطة لازمة. أيوة. هذه، ولا يظنن أحد أنها لم تتحول إلى ضرورة وحاجة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقنع أخلاقيا بجنيف، ولم تقنع من باب أنه والله شافت استعصاء في الداخل السوري. لا، الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن إسقاط المفصل السوري، عجزت عن إلحاق الهزيمة بالمفصل السوري، وبالتالي تذهب إلى أين؟ تذهب إلى محطة أخرى تختلف فيها الأوراق، وتختلف فيها الأدوات، وتختلف فيها التجاذبات. وبالتالي البديل هو أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية كما هزمت في العراق، كما خرجت من العراق، تهزم هزيمة نكراء. هي ماذا تحاول الآن؟ تحاول أن تصرف جملة ما أنجزته على مستوى ملفات أخرى في منصة جنيف. دكتور حسان، أن تهزم الولايات المتحدة، هل هذا الأمر واقعي قريب حتى يرى السوريون يعني نعمة الأمان من جديد؟ كلمة هزيمة الولايات المتحدة لتحفظ عليها، مع احترامي للأخ، يعني هزيمة الولايات المتحدة في العراق ماذا عنت؟ عنت تفتيت الدولة العراقية، وضع دستور تحاصص طائفي في العراق، لن تقوم قائمة للعراق إلا بعد 100 سنة بتغير فيها المسائل. هذه ليست هزيمة بالمعنى الاستراتيجي البعيد للولايات المتحدة الأمريكية، هذا ربح بالنتيجة. قد تكون تعرضت مشروعها المتكامل إلى مشكلة. يعني مشروع الولايات المتحدة في المنطقة هو تغيير الجغرافيا السياسية، أنا أتفق مع الأستاذ خالد تماما. اليوم كان في سايكس بيكو، اليوم في إعادة خلط وإعادة خلط للحدود، رسم حدود جديدة إلى آخره. رسم الحدود الجديدة بحاجة تهيئة بنى. تدمير الدول القائمة، كنا بدول سايكس بيكو نحن ما كنا معتبرين أنها دولة تفي بالمعنى الحقيقي للدولة. صح. تمام؟ الآن حتى هذا الشكل البدائي للدولة الذي لا يحمل دولة بالمعنى المعاصر، دون تدميره لصالح أشكال أخرى أكثر بدائية، يريدون تفتيت الجيش الوطني إلى مجموعات مسلحة. لا. استبدال الجيش الوطني بمجموعات مسلحة. فإذا المشروع الأمريكي لم يهزم، وكل ما بتتدمر قرية في سوريا وكل ما بيموت شهيد في سوريا، هذا بيصب بمصلحة المشروع الأمريكي، ما بيصب بمصلحة مشروع النهوض السوري. لذلك أقول أنه هزيمة المشروع الأمريكي بحاجة جهد. نبدأ بوقف العنف قطعا، قولا واحدا، لكن كمان حتى مسألة الديمقراطية مسألة طويلة، فيها ثقافة، فيها تغيير بنى، فيها إعادة القوى لحجومها الطبيعية. اليوم أحد أكبر مسائل الأزمة السورية أن هنالك قوى تورمت وانتفخت، أخذت حجوم ما هو حجمها الطبيعي على الأرض، بفعل ضخ إعلامي، ضخ مالي، دعم سياسي إلى آخره. فأنت لما تعمل مؤتمر حوار وطني، كثير مهم أنه تعطي حالك فرصة ترجع هالقوى لحجومها الطبيعية، تتشارك بحجمها الطبيعي. اليوم ما في غير التيار المتشدد الأصولي وتيار السلطة السياسية. مظبوط، يجب أن تأخذ هنالك قوى المجتمع. طيب كيف يمكن أن حجومها؟ تأخذ، شو الآلية حتى تأخذ هاي القوى حجومها؟ لا شك، لا شك. يعني الذهاب مثلا بزمن المعارك العسكرية، بزمن المعارك العسكرية، شو الآلية؟ بزمن المعارك العسكرية،
في قوى بتتورم، ما هو حجم الطبيعي هذا؟ بيجي ضخ مالي، أنا ما لا أتقن لغة السلاح، في غيري بيعمل تنظيم مسلح بياخد دعم، بياخد قناة إعلامية، بياخد أموال، بياخد سلاح، بيتورم. هل هو حجمه الحقيقي على الأرض؟ على ظهره سرج بيكون لي هل هو حجمه الحقيقي على الأرض؟ قد يكون وقد لا يكون، نحن ما اختبرناه، ما اختبرنا حجمه الحقيقي. الشيء الثاني، الحجم الحقيقي لحتى يتاخذ على الأرض ما بيتم بزمن المشاكل الحقيقية. اليوم أنت عمول شحن طائفي، تتورم القوى الطائفية وبتقعد القوى العلمانية بالظل. فهذا كمان نوع من أنواع إعطاء حجوم غير حقيقية لقوى حقيقية. اليوم قديش من بداية المسألة حتى الآن الجهاد الجهاد البعد الطائفي للمسألة السورية. فإذا في عملية تكبير لحجوم للحصول على مكاسب بالنتيجة. فنحن بحاجة وقف العنف قولا واحدا والبدء بعملية سياسية بتعيدنا كلنا لحجومنا الحقيقية. وبعدين قديش حجمك الحقيقي؟ السلطة السياسية موجودة. لكن كمان هذه إشكالية كبيرة، يعني الناس اليوم في سوريا ومن يهتم بالشأن السوري وفي المنطقة على العموم بدهم حل سريع، بدهم حل أنه هاي الأطراف إن شاء الله يكونوا في ألف جهة عم تمثل السوريين، على الأقل اجتمعوا. يعني الآن الخطوة الأولى تقول لك يا أخي أهم شيء تدخلوا باب غرفة الحوار. لو كان الحل بيد السوريين لما كان هنالك جنيف. أنا معكم تماما. الحل ليس بيد هنالك أطراف أخرى. أيوة. تملك مفاتيح مهمة للحل. لكن هذه الأطراف الأخرى نحن بحاجتها كسوريين. أيوة. نحن بحاجة أمريكا رغم عدائنا معها. نحن بحاجة روسيا، نحن بحاجة فرنسا، نحن بحاجة كل طرف فاعل يستطيع أن يوقف نزيف الدم السوري. لكن هو يعني الآن اللي عم يجري في حتى عند الغرب الذي حاول أن يدفع باتجاه مؤتمر جنيف، ويمكن كان هو من أول المؤسسين لهذه الفكرة. قبل على مضض، قبل على مضض ما حاول. الآن يفعل. الآن هناك مشكلة، هناك من يضع العصا في الدواليب، يضع العربة قبل الحصان. تحدثوا عن تسليح المعارضة. الآن الحديث بدأ يتصاعد. فابيوس، ويليام هيج، حتى أمريكا البيت الأبيض الآن يفكر جديا، عنده سلسلة من الخيارات يريد أن يتبعها مع سوريا بما فيها العمل بقوة لتوريد السلاح إلى المعارضة المسلحة في سوريا. بمعنى هناك نوع من عدم الجدية في الذهاب إلى جنيف. لا لا، في جدية بس بأي لحظة بيصير له يقلب الطاولة بيقلبها. طيب شو بيفسر هذا؟ هو جاد بالذهاب إلى جنيف، بس هذا لا يعني أنه كقوة سياسية إذا بيقدر هلأ يقلب الطاولة بيقلبها. يعني تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الفعل إذا عنده أوروبا إمكانية انتصار وبشوف هم يعني هم جادون ليذهبوا لجنيف بهذه العقلية، عقلية التسليح؟ يعني هم يتحدثون عن حل سياسي ثم يذهبون للتسليح، يعني لا، الأمور لا تستقيم بهالمنطق. هلأ كنا عم نقول قبل شوي انتهينا من نقطة بمؤتمر جنيف، في مصالح بدها تتحقق. أيوة. الطرف الأمريكي اللي دفع مصاري ودفع سلاح، والطرف الأطراف أخرى اللي دفع ما بدها ثمن. تطلع من المولة تضل حمص، يعني ما هذا هاي كتير فكرة كتير هيك بعتقدها أنها طوباوية. كل واحد بده ثمن، كل واحد بده يحاول يزيد حصته من على حساب السوريين. على حساب السوريين، على حساب السوريين، على حساب دماء السوريين، على حساب دماء السوريين. طبعا. طيب أستاذ خالد، وأرجع عند الأستاذ فاتح، أوروبا تذهب بهذا النفس، هل يمكن أن تقنع؟ يعني الآن مثل ما واحد عم يغنج ابنه على أشياء مضرة. يعني غنجوا المعارضة وغنجوا المسلحين على شيء أنه والله بدنا نسلحكم. لا، ما بدنا نسلحكم، بدنا سلاح غير فتاك وبدنا يا دكتور. لو كان جنيف، لاحظ، من أجل السوريين، كانت على الأطراف، يجب على الأطراف جميعا أن تدفع باتجاه أنه يجتمعوا السوريين. أليس كذلك؟ طيب، لماذا تجد من حين إلى آخر موقفاً أوروبياً أو إقليمياً ناتئاً عن السياق العام؟ الروسي والأمريكي ذاهبان باتجاه منصة جنيف، بيطلع عليك الفرنسي يقول لك بأنني سوف أسلح المعارضة. شو يعني سوف أسلح المعارضة؟ يعني أنا بدي السوريين يشتبكوا أكثر. كيف رد السوريون؟ الطرف الذي يقول له أنني أريد أن أسلحك، كيف رد؟ استجاب لهذه العملية وقال له بأنك لم تسلحني كفاية. هلأ بس بدي رد على حيثية بسيطة. إيه؟ حكى عن الهزيمة أو هزيمة الولايات المتحدة. هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لها مشروعها منذ عشرات السنوات، لها مشروعها،
لكن لها في بعض الأهداف الاستراتيجية في الهدف في المشروع الكبير. إحدى أهدافها الاستراتيجية وضعت هدفا استراتيجيا خلال الفترة الماضية على مستوى العالم العربي، وهي كيف يمكن أن تعيد إنتاج المنطقة من جديد. وقفت عند المفصل السوري، لم تستطع أن تفعل ما تريد أو أن تصل إلى هدفها الاستراتيجي. أنا قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت في هذا العنوان الاستراتيجي الذي بنت عليه، ولم أقل أن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت في مشروعها الكلي. لم تهزم الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل أنها حاضرة وأنها تملي وأنها تقول وتدفع باتجاه العناوين التي تريدها في بعض الأحيان. بالنسبة للعراق، أنا فقط يعني دخول سريع. العراق، أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تدخل العراق من أجل أن تخرج منه بالطريقة التي خرجت منه، بالطريقة التي خرجت فيها منه، وإنما دخلت من أجل هدف استراتيجي كبير لم تستطع أن تحققه، لكنها ألحقت الضرر الكبير بالعراق، نعم، فتتت العراق، نعم، بنت هناك خرائط سياسية على مستوى داخل العراق أثرت على المنظومة الإقليمية، نعم، هذا أمر آخر. أنا في تقديري في هذا السياق أنه الفهم الدقيق لحقيقة الاشتباك، لما بتفهم حقيقة الاشتباك توصل لك الصورة الكاملة، هكذا أزعم، أنت تستطيع أن تجيب على بعض النتوءات وبعض الخروقات وبعض المواقف الفردية أو بعض المواقف المتناقضة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني خذ على سبيل المثال، أنا أزعم في هذا السياق أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تجر أو أن تحمل حلفائها معها إلى طاولة جنيف، ما حسنت. الروسي كان أقوى، واسمح لي معليش، بدك تقرأ أين الخارطة، بعض الأخوة في المعارضة وخاصة هيئة التنسيق لم تكن على توافق ولم تكن على تواصل مع الروسي، يعني ما كانت تتعاطى مع الروسي لا من قريب ولا من بعيد، وربما بحثت عن مقاعد لها إقليمية ودولية قريبة إلى الأمريكي وقريبة إلى المنظومة الإقليمية التي وقفت ضد الشعب السوري أو ضد الدولة السورية. يعني هيئة التنسيق كانت تبحث بمصر ولا قطر ولا لتلتقي بالسفير الأمريكي أو وزير الخارجية الأمريكي. المتحول الأساسي في المشهد أنك تجد هذه الهيئة الآن أو بعض رجالات هذه الهيئة راحوا لإيران. هل هذا من طبيعة العلاقات العامة أم تحولات في السياسة؟ هذا يعني أن الروسي قد تقدم وأن الروسي ألقى القبض على أوراق أكثر من الأمريكي. هذا يعني بأن الأمريكي قد تراجع. الروسي عندما وصل إلى منصة جنيف في تقديري استطاع أن يحمل بعض حلفائه إلى طاولة جنيف. الأمريكي لم يستطع أن يحمل حلفائه إلى طاولة جنيف، لهذا لم يحجز للفرنسي مقعدا، لهذا بدأ الفرنسي يبحث له عن مقعد مؤثر في طاولة جنيف. كيف؟ شو كان مطلوب منه؟ كان مطلوبا منه أن يبني ملفا، أن يؤثر على أو يؤسس لملف يؤثر به على طاولة جنيف. قال لك بأنني سأدعم المعارضة بالسلاح أو سأمد المعارضة بالسلاح. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هناك أطرافا إقليمية وأطرافا دولية سوف تدخل على الخط من أجل إقناع الفرنسي سياسيا وغير سياسيا بأنه يتراجع عن موقفه. هذا بهذه الحيثية بالضبط يضمن الفرنسي وصوله إلى طاولة جنيف. أنا في تقديري أن كل النتوءات التي حصلت ليس هو من باب التناقض وليس هو من باب عدم فهم حالة الاشتباك على مستوى المفصل السوري، وإنما لغايات ومثقلات سياسية أرادت منها هذه القوى أو هذه الأطراف أن تصل إلى طاولة جنيف. يسأل سائل أنه شو بده الفرنسي من طاولة جنيف؟ هذا سؤال هام. أنه شو بده من طاولة جنيف؟ الفرنسي، الفريق السياسي الفرنسي الذي يدير فرنسا الآن والذي يقود فرنسا الآن، لاحظوا يا أخوان، هو يمثل مصالح اقتصادية واستثمارية عالية لشركات فرنسية عانت أزمة شديدة عندما هاجم بوش العراق. وقفت فرنسا ضد دخول القوات الأمريكية إلى العراق. عندما نجحت القوات الأمريكية وقوات التحالف بدخولها إلى العراق، ماذا كان موقف الفرنسي؟ بارك مباشرة قوات التحالف بدخولها إلى العراق. هذا ماذا يدلك يا أخ محمد؟ هذا يدلك على أن الفرنسي يبحث عن مصالحه. مصالحه أي أساسية؟ الأساسية هي المصالح الاقتصادية على مستوى المنطقة. نعم. ليس إلا. أستاذ فاتح،
هذا الذي الآن يتم طرحه والتشعب الذي يجري في الموضوع السوري؟ تسمح لي أدخل عليك لأني أنا حاب أعمل تعليق قبل ما تسألني والله أي سؤال. أنا بعتقد الآن المواطن السوري مشغول بأسئلة كثير هامة جدا. يعني عم بلاحظ في نوع من التناقض بمجمل حديثنا بصراحة بشكل خاص عند الصديق خالد. طيب شو هو التناقض؟ السوري عم بيسأل أنه النظام شو عم بيساوي من أجل الخروج من الأزمة؟ شو عم بيساوي هيئة التنسيق اللي سمعان بهي التنسيق؟ شو ما يتساوي منظومة التغيير السلمي وإئتلاف قوى التغيير السلمي إذا سمعاني فيها؟ يعني المجتمع السوري عنده انقسام عميق، كتلة جزء منها مهم مستعد يروح للموت، هو عم بيغذي الأزمة يوميا مع المعارضة المسلحة بصراحة شديد جدا، كتلة أخرى مستعد تروح مع النظام إلى النهاية بالموت وأيضا بتغذي موضوع العنف، كتلة واسعة وهي تتزايد لحساب الكتلتين بدها تطلع من هذا الجحيم بصراحة. هناك عقبات. عم بيسأل المواطن السوري شو عم تساوي الأطراف خاصة الأطراف الداخلية. طيب سمع هو مثلا مقابلة السيد رئيس بالمنار والسيد رئيس بيقول انه احنا هسه ما بنعرف الاطراف الوطنيه المعارضه شو بده يكون موقفها على طاوله جنيف. ليش ما بيعرف السيد الرئيس؟ لازم يعرف السيد الرئيس شو موقف القوى الوطنيه المعارضه حقا، ان كانت منظومه التغيير السلمي ولا هيئه التنسيق، بتحرش بتوسط بحوار. طيب مع ذلك سيد مقداد كمان بيقول انه لحد الان في غموض بمساله اطراف حاضره. يا اخي ليش في غموض؟ ماذا تفعل؟ نحن اطراف داخليه وطنيه، هاك المواطن السوري عم بيسالنا شو عم تساووا انتم؟ هل أنتم جادين؟ طيب كيف يفرض عليكم تروحوا إلى جنيف والنظام ما بيقدر يعمل مؤتمر حوار وطني بعد من كانون الثاني حتى الآن وفي فريق حكومي واسع من 9 وزراء بعدهم إنسا بيقوموا مشاورات؟ طيب هاي منظومة التغيير السلمي شو عم بتساوي؟ بتضحك على الناس مثلا نحن؟ ليش ما فينا نساوي جهد؟ طيب عملنا جهد مع التنسيق طلع فاشل وجهد مع النظام طلع فاشل. طيب هذا هو هون انصباب المواطن السوري، يعني النظام بيروح على جنيف ما بيطلق حوار داخلي. طيب ولو كان اولي عفوا. طيب هذا رايي كثير مهم. الان المطلوب نقول للمواطن ليش. طيب خلي جابك الاستاذ خالد. لا انا باعتقادي لسه في فقرات اخرى. طيب اذا كان صديق خالد بيقول انه يعني الطرف الامريكي ما قدر يجبر الطرف السوري الداخلي حضور على المؤتمر، هذا بناقض كليا يعني حضرته. مشان افهمها عفوا صديق خالد بيقول انه الطرف الامريكي ما قدر يجبر الطرف الداخلي السوري يحضر على جنيف، يعني بيقصد ائتلاف الدوحه. انا رايي الكلام في نصف صحه على الاقل، يعني هذا بياكد حدود حضور الاطراف السوريه، حدود مستوى الازمه الوطني والانقسام الوطني وحتى الداخلي. تاثيرها في المشهد على الرغم من مستوى الارتهان الشديد للازمه السوريه للخارج وهذا حقيقي جدا جدا، لكن هناك عناصر كثير مهمه بتاكد انها ازمه وطنيه بامتياز. اهم هذه العناصر مستوى الانقسام بالنخب، يعني مجموع المعارضات وايضا الكتل الشعبيه اللي انا حكيت عنه شوي. اثنين، انا باعتقادي وربما يوافقني الحديث صديق خالد ان الموقف الروسي على درجه عاليه من الثبات يعني الاخلاقي والدبلوماسي والسياسي بموقفه تجاه الشعب السوري وهو يريد حقا الخروج من الازمه. صح، هذا عامل بصراحه لو ترك العامل الخارجي الاطراف الخارجيه لوحدها تماما انا على درجه عاليه جدا من الاطمئنان. أن الطرف الروسي على درجة من الوعي والتيقظ أنه لن يسمح إطلاقاً للطرف الخارجي الآخر بهذا المستوى من الأزل الذي يقع على الساحة السورية، وهو يحاول الآن الطرف الأمريكي وضع شرعية للأطراف الأخرى المسلحة المعارضة التي استجابت له بصراحة بأكثر من زمان تستجيب له بصراحة قبل الأزمة أثناء الحوار الوطني حول طرق الخروج من الوضع الدكتاتوري في سوريا أو موضوع مواجهة إسرائيل وما شابه. هناك حوارات الآن تنكشف مثل هذه الحوارات. أنا على درجة عالية جدا اطمئنان الموقف الروسي وموقف دول البريكس بصراحة، على درجة عالية من التيقظ ربما أكثر من أطراف داخلية لديها غفلة. طيب المشكلة عند مين الآن؟ المشكلة حقيقة الآن عند الأطراف الداخلية على رأسها النظام، عليه أن يطلق الآن فورا مبادرة حوار وطني. ما أطلق الحل السياسي، اسمح لي صديق برنامج سياسي. هو أطلق مبادرة حقيقة وعناوينها جادة وحقيقية ويمكن بناء عليها، لكن إطلاق الحوار الوطني هو عملية مختلفة عن إطلاق مبادرة وعمل فريق حكومي يبدو العمل إلى الأبد. ومع ذلك يمكن هذا الفريق حكومي مثلا أو ممثلي السلطة أن تذهب إلى جنيف. لماذا يا أخي؟ هذا عمل خاطئ كليا. اذهب إلى جنيف، لكن قبل جنيف هناك جهد وطني مطلوب التركيز عليه تماما ومطلوب التركيز عليه التنسيق. بكل بساطة هذه الأطراف الثلاثة هي الوحيدة اللي بتعرف أن أمامها معركة سياسية بالتغاضي عن مستوى اللغط في موقف التنسيق حول تركيزها لاستثمار الجهد الدولي من أجل الضغط على النظام. طيب لكنها طرف داخلي له درجة من الشرعية الداخلية ويدعي حتى الآن
بالرغم من موقفه تجاه قوات الردع العربي وما شابه، حتى الآن يدعي أنه يطرح مسائل سلمية وهو طرف داخلي. هذه الأطراف الداخلية السلاس، المواطن السوري هو اللي بيسأله شو عم تسووا أنتوا يا أولاد الكذا، شو أنتوا شو عم تسووا، كيف ليش رايحين على جنيف؟ كل ادعائكم عندكم معركة سياسية، ليش رايحين؟ تفضلوا تفضلوا اشتغلوا. وبعدين دائما شوفهم أنه يعني الجماعة اللي برا دائما يرجعوا لك المربع الأول. أخي كيف أنت الآن تطالب بشرط التنحي إذا كنت أنا على رأس السلطة وأنت ما عم تقبل تفاوضني؟ كيف إذا تنحيت؟ يعني ما راح تعبرني بعدين. هاي قصة يعني كمان هذا كمان بصراحة يعني صاحب هذا الرأي لا يريد خروج من الأزمة. أنا سؤالي أستاذ فاتح، يعني أنت تتحدث عن السلطة أو النظام، النظام قام بخطوات معروفة، لكن ما الخطوات التي قامت فيها المعارضة غير مطالبتها بالتنحي؟ أنا رأيي النظام إذا لم يضع هذه الخطوات في الحيز العملي كأنه يريد القول. طيب أو أنا من حقي أستنتج أنه يريد الذهاب إلى جنيف من أجل اقتسام الموضوع الأزمي مع الأطراف القوية. أنا أطالب النظام وأطالب هي التنسيق، نحن قوى ثلاث قوى في الداخل يا أخي. طيب وين مشروع هيئة التنسيق؟ مشروع هيئة التنسيق على الرغم من التباساته الشديدة وهو بالتأكيد يعول بشكل أساسي وحاسم على دور محصلة الضغط الخارجي، لكن عندما نقيم عملا داخليا فعليا مطروح للتنفيذ، أيوة، هذا يشجع هيئة التنسيق، هذا يخلق انقسام داخل هيئة التنسيق، يشجع أطراف أخرى في الخارج، يفتح آفاق. إذا تنبه النظام ومنظومة التغيير السلمي وهيئة التنسيق يفتح الآفاق للمعركة السياسية في الخارج وفي المستقبل القريب كما أعتقد تماما. وفي هذه الحالة نقترب أكثر فأكثر من منظومة التغيير أو نخلق جو الأمان أجل منظومة التغيير. بدون ذلك نحن نذهب إلى جنيف، بالتأكيد في جنيف حتما بدون أي نقاش سيكون دور العامل الخارجي أو الارتهان له أعلى. طيب نريد من السلطة ألا تفعل ذلك أخي؟ لماذا تذهبون إلى مكان وهو هام؟ قبل أن نذهب إليه دعونا نذهب إلى مكان هو بيتنا، دعونا نمارس عملية حوار مع هيئة التنسيق وضغط هيئة التنسيق. تعالي هيئة التنسيق ونداء لك كي نطلع على النظام لنجبره على مؤتمر حوار وطني شامل. طيب. هكذا أقول لنجبره، أيوة، لننبهه أن هناك معركة سياسية. دعونا نحل أسس هذه المعركة السياسية باتفاق أولي داخل سوريا. داخل سوريا يا أخي أساسا. طيب سؤال هما طرفان. أنا باعتقادي قبل ما أخذ جواب من الأستاذ خالد، تتحدث عن هيئة التنسيق، ما هو الوزن الحقيقي لهيئة التنسيق على الأرض بخاصة بما يتعلق بالعمل المسلح؟ صديقي أنا طرح هذا السؤال هو سؤال خاطئ جدا جدا. طيب شو صحيح؟ المواطن السوري الكتلة الغالبية مواطن السوري تتحرك من مكان لمكان، تخترق من الوضع المعيشي البائس، هي تأكل الليرة السورية قبل أن تأكل البندورة بصراحة. هي تتساءل لماذا السلطة لا ترفع مستوى المعيشي، هل لديها القدرة أم لا؟ هي الآن تريد أن تذهب إلى حلب بأمان. هي هذه المسائل بصراحة. المواطن السوري هو كتلة كبيرة جدا يجب العمل عليها بصراحة. طيب هل البديل الذي يطرح الآن بديل عن الحكومة وعن النظام قادر على أن يؤمن للشعب ما تقول عنه هذا؟ باعتقادي لدى الشعب السوري العديد جدا من الأصدقاء في العالم، وإطلاق عملية سياسية في الداخل ستخلق ثقة في الكثير من المسائل، لأن العنف لن يتوقف. هناك أطراف لا تستطيع الآلهة بكل طاقاتها أن تتمون عليها توقف العنف. هناك جبهة النصرة، هناك امتداد تاريخي. حدث على الآلهة بالرغم أنك شيوعي يعني. لا تستطيع، قصة أخرى، أنا قلت الآلهة. بالتالي لا تستطيع أي قوة خارقة أو ملموسة أن توقف جبهة النصرة بمنطقها باستراتيجية بوسائلها، ولا تستطيع أن توقف حتى الامتداد التاريخي لمنطق طلعت الإخوان المسلمين المقاتلة التي صنعت موجة صراع مع النظام سابقا. بالتالي بدون إطلاق العملية السياسية الداخلية فورا ومحاصرة هذه الأطراف وتأكيد للأطراف الأخرى الوسيطة بين هذين الحدين بصراحة بعملية تشجيع، لن نخرج من الأزمة بل نمضي المزيد من الارتهان للعامل الخارجي، نمضي من المزيد إلى قدرة أمريكا لوضع شرعية لأطراف الآن الصراع 23 ولا 25 شخص اتجاه ليبرالي. أنا أسف أن أقول خارجي على الرغم وجود كثير أصدقاء بهذا الاتجاه. الأمريكا الآن تحاول أن تفرض شرعية على الطاولة في جنيف. لماذا لو هذه الشرعية على الطاولة في جنيف لاتجاه ليبرالي الخارجي وهو ليس أقل سوءا بكثير من الاتجاهات الأخرى بصراحة شديدة جدا؟ هو سيكون عبارة عن زراعة في يد أمريكا تماما على هذه الطاولة. تريد أن تخلقه شرعية مثل الآخرين الذين جاءوا على الدواب الأمريكية للعراق، وتنتهز الشرعية ربما بعد زمن لست أدري كم. طيب. الآن دعونا نخلق شرعية حقيقية داخلية للشعب السوري ونلتقط مشاكل الشعب السوري الآن ونفكر جديا بحلها من منطلق المفتاح السياسي، لأن نحن بحالة أزمة وطنية بصراحة. هكذا يسأل المواطن السوري. المواطن السوري أكيد متعلق بجنيف، بس عم بيسأل انه انتم يا اولاد الافنديه شو عم تسووا؟
طيب مو البلد بايديكم. طيب ليش رايحين على جنيف اذا ما بدكم؟ طيب اذا في طلاق خلينا ناخذ جواب من الاستاذ خالد يتحدث عن المفاتيح والاقفال. نعم نعم تفضل. والمشاكل انه المشكله اخي عند السلطه، المشكله عند النظام وعند المعارضه الداخليه. وعند المعارضه الداخليه ايضا، يعني هم عم يحطوا البرنامج الحقيقي، الخلطه العجيبه التي السحريه التي تخرج الناس ما هي فيه. اختلفت مع بعض الاخوه في المعارضه خاصه الفريق السياسي الذي ينتمي له الاخ فاتح قبل الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب، وكان البعض منهم يتحدث في ذات العناوين على أننا نحتاج إلى مساحة من الحوار ومساحة من الدفع، كتلة دفع، طاقة جديدة تعطي هذه القوى المعارضة حيزا يليق بحجمها في مواقع ما معينة بالسلطة، وندعو إلى حوار مفتوح مع قوى سياسية على مستوى الداخل نستطيع أن نتجاوز مساحات واسعة من الأزمة على مستوى الداخل. وكنت أرد على النحو التالي، أنه على العكس تماما، لا يستطيع أي منا على مستوى الداخل السوري أن يوقف أي جزئية من المشهد الموجود في سوريا، لا لجهة عنف ولا غير عنف، لا لجهة خطف ولا جهة غير خطف. لاحظ، بمعنى آخر أن مثل هذه العناوين، أنا آسف يعني أوجه لهم التحية بعض الأخوة والرفاق في فريق سياسي آخر في المعارضة، كنت أنا يعني أدير هذه أو أتحدث معهم حول هذه العناوين. الذي حصل أنه ذهبنا إلى عملية انتخابية، جزء من الفريق السياسي الذي ينتمي له الأخ فاتح تقدم وحجز له مواقع تحت قبة البرلمان وجاءوا إلى السلطة التنفيذية وأصبحوا أعضاء في الحكومة. طيب ماذا حصل؟ هل تم إيقاف جزئية بسيطة من العنف؟ على العكس تماما. دعني أكون صريحا معك، على العكس، هذا شكل ضررا وسعر الطرف الإقليمي والطرف الدولي. وماذا اتهم هذا الفريق؟ على أنه معارضة مركبة من قبل النظام وتم الاشتغال عليها ودفعها باتجاه مواقع ما معينة بالسلطة من أجل أن نأخذ مشروعية، أي نحن أي السلطة والنظام نأخذ مشروعية بهم. أنا أقول يا أخوان الأمر ليس كذلك. الأمر الآن لسنا بحاجة لانقسامات سياسية واصطفافات سياسية على مستوى الداخل السوري، نحن بحاجة إلى موقف وطني نتجاوز به حتى الأيديولوجيات، حتى المواقف الذاتية، حتى العناوين الأساسية في السياسة. يجب أن نذهب إلى أولويات، كيف يمكن أن نحمي هذا البلد؟ نقطة من أول السطر، هذا الذي يرغمنا أن نذهب إلى جنيف من أجل إيقاف ماذا؟ إيقاف القتال والعنف في سوريا. لو كان الأمر متعلق بأطراف سورية داخلية لقلت لك أنه يجب أن نشتغل الآن على الداخل ونقنع هذه الأطراف، وإلا هل هيئة التنسيق مسؤولة عن الجيش الحر؟ أنا أقول لك بأن هيئة التنسيق أرادت بلحظة من اللحظات، لا بل حاولت أن تعطي مشروعية سياسية للجيش الحر. هل قوة معارضة واحدة في الداخل السوري تمثل الذراع السياسي لجبهة النصرة؟ إذن أعتقد أن المعركة أكبر من كونها أزمة سياسية بين السوريين. وهو ما تحدث عنه التورم. نعم. الذي حكى له. نعم. تورم سياسي. وإنما نحن نحتاج بالضرورة أولا إلى أن نزحف إلى أي مكان في العالم يرغم قوى دولية مشتبكة وقوى إقليمية تمد وتحرض وتمول. من أجل ماذا؟ من أجل أن نوقف القتال الآن. ولا أحد يتحدث لي عن إيقاف القتال أولا من قبل الدولة أو من قبل السلطة أو من قبل القوات المسلحة، لا، لابد من إيقاف القتال من الطرف الذي مارس العنف ضد الدولة وضد المجتمع وضد الوطن. أنا في تقديري هكذا يمكن أن تجلو المسألة، هكذا يمكن بعدها أن نذهب إلى حوار سياسي على مستوى الداخل، إلى خارطة سياسية تقوم على عناوين دستورية جديدة، على عناوين خاصة لجهة الميثاق الجديد، على عناوين تتعلق بحوار واسع لجهة السوريين. الحوار الواسع على مستوى الداخل السوري لا يقوم قبل إيقاف العنف دعني أقول الذي يدعم خارجيا. لا يمكن إيقاف هذا العنف بحوار سياسي داخلي. الحوار السياسي، المصالحة الوطنية، كل هذه القضايا يمكن أن تأتي بعد إيقاف القتال على مستوى الجغرافيا السورية. نعم. أنا سأعود للدكتور حسان، لكن نتابع أيضا شريحة من الشارع السوري تحاول أن أيضا تدلي بدلوها وتشارك بوجهة نظرها فيما يتعلق بالأجندة والمضمون الذي يجب أن يكون المحتوى، محتوى الحوار، برنامج العمل
اللي يمكن أن تناقش الأطراف المختلفة سواء اللي في السلطة أو في المعارضة، إذا اتفقت المعارضة وذهبت فعلا إلى جنيف عن الحديث الذي يرجح أن يكون في شهر تموز ربما يعني القادم. نتابع هذا الاستطلاع الرأي الذي عده أيضا أدونيس ونعود. شو الموضوع الأهم لازم تتفق عليه، المعارضة والموالات؟ يعني أقدوا على الحل السياسي، هذا أهم شيء في الموضوع، وتوقيف العنف، إنه يوقف العنف في سوريا، هذا أهم شيء هلأ حاليا مطروح. المفروض لازم يتفقوا على الحوار الموحد وإلقاء السلاح جانبا. والله إن شاء الله بحلوا هالأزمة، حاجة بقى حاج لعب أكتر هيك ما فيني لك يعني. يعني ضحكوا كتير يعني ما بتابع، والله بنوم بنوم ما بتابع بنوم. لازم يعمروا هالبلد، كفاهم تخريب هالبلد، يعني شو بدهم من هالعالم؟ والله العالم كله تشردت، كله يعني شو بدهم؟ شو بدهم هن؟ ما بيعرفون شو بدهم. احلال السلام ودحر المؤامره وعدم تسليح المعارضه. برايك شو الموضوع الاهم اللي لازم تفاوض عليه الموالات والمعارضه مؤتمر جنيف؟ ما عندك كلام. اهم شيء لازم يتفقوا عليه انه يتفقوا، بس انه يتفقوا، انه يتفقوا مو مشكله شو ما كانت باقي الشغله، بس مشكله انه ما راح يتفقوا. المشكله ما راح يتفقوا، بتعرف ليش؟ لانه المعارضه ما خرجوا، ما خرجوا الوصول الى حل. يعني كيف الحل؟ بالحوار، اتفقوا على انه البلد تجتمع وتوحد، تضل بلد متوحده ويصير في محبه والفه بين المواطنين، هذا اهم شيء. جميع يتفقوا على قرار واحد، ولازم يكونوا جميع الدول العربيه تاخذ قرار واحد بحق الشعب العربي بسوريا، على الاتفاقية الحلوة الظريفة لصالح البلد، وهذا هو فينا نحل مشاكلنا نحن كمواطنين سوريين، بدنا مصلحة هالبلد، وبلدنا يعني حلوة، ما بدنا يعني تدخل هني يعني بدهم خراب البلد. والله ما بعرف شيء يا عم، يعني ما راح يتفقوا بحياتهم، هذول ما راح يتفقوا، مستحيل. أنا برأيي مصلحة البلد شو ما كان، المواطن شلون بده يعيش، شلون بده تزبط الأمور، يعني أنا برأيي المواطن والبلد أهم شيء، أهم من أي شيء. الوطن بالدرجة الأولى، بعدين يعني وقف العنف من الطرفين، وبعدها الواحد بيتفاهم بقى على الأمور الثانية. أول شيء وقف العنف، ثاني شيء مظاهر المسلحة تنهي عن المزبوط، بعدين ما في لا في معارضة ولا في مؤيد، احنا كلاتنا على سقف واحد، لازم نتحاور. اهم شيء انه هن يكونوا اثنين بيحبوا بلدهم، يعني هذا اهم شيء بالموضوع، بس اثنين يكونوا بيحبوا بلدهم مزبوط بكون الموضوع محلو. حلوه كلمه انه اثنين بيكونوا يحبوا بلدهم مزبوط راح تنحل الامور. بما تبقى من وقت ضيوف الأكارم، أنا أعطيت حضراتكم أوراق بيضاء، كل واحد راح يكتب هو كمواطن سوري كيف شايف أنه برنامج العمل اللي راح نناقشه في جنيف، إذا رحنا هلأ وفود، راح من المعارضة وراح من السلطة وفد، شو يفترض أن يكون أجندة عمل لمناقشتها؟ ما هي الأولوية؟ ذكرنا موضوع وقف العنف كما ذكر الناس، ثم ما هي الخطوط العريضة اللي راح ندخل بتفاصيلها؟ البعض يتحدث لك عن مؤسسة الجيش أنه لمين تعود، البعض يتحدث لك عن حل أجهزة أمنية، البعض يتحدث عن والله ممكن الميليشيات نرجع بعد ما صارت مصالحة ندخلها في الجيش والمؤسسات، البعض يحكي لك لا الوضع الاقتصادي أولوية، واحد يحكي لك السلام مع إسرائيل، واحد وهكذا، كل واحد يفكر بشيء معين. راح أعود إليك بس أسمع وجهة نظر دكتور حسان. قلنا بند وحيد هو إيقاف العنف، هذا يعني وضع جدول زمني، آليات، قوى ضامنة لهذا الموضوع. موضوع الجيش أعتقد أنه يجب أن لا يناقش، لأن هنالك فصل بين الدولة وذراع العسكري اللي هو الجيش العربي السوري، وبين السلطة السياسية وحزب البعث. الجيش ما هو ملك السلطة السياسية، الجيش للوطن طبعاً. للدولة السورية دولة. تاريخياً تمام. الآن هناك إشكالية كبيرة، لذلك والجيش هو الضامن الأساسي إضافة لدعم القوى الخارجية له، لكن لا يمكن أن نعهد بأمان القوة. السوريين القوة. إلا للجيش العربي السوري، قصده الداخلي، هذا ضامن أماننا تمام؟ عشان أنا بدي مشاهد
أما أن نتكلم عن كيف ندمج القوى المسلحة الداخلية، هل بندمجها بالجيش ولا ما بندمجها بالجيش، هذا موضوع حوار تقني طويل. تقني أولاً، أيوة. ثانياً بده وعي كتير كبير. لذلك أنا عم بضرب أمثلة أنه هكذا يفكر البعض، لكن برأيك من وجهة نظرك كسوري مواطن مجرد عن آخر عن باقي الانتماءات الأخرى، مواطن سوري كيف تنظر إلى الأجندة، أجندة الحوار التي ستكون كأولوية تناقشها السلطة والمعارضة على طاولة حوار؟ يعني اليوم إحنا جايبين ورقة عمل، عندنا بندين ثلاثة بدنا نناقشها. عبرت عن رأيي، إيقاف العنف مع جدول زمني، آليات إيقاف العنف، إلى أين تنسحب هذه القوى؟ من يحدد هذه الآليات؟ هلا في مؤتمر جنيف، في قوى ضامنة. هلا قلنا أن هنالك قوى دولية ضامنة. تمام؟ من الذي أمد القوى المسلحة بحلب بالقوة؟ قوة ضامنة أمدته بالقوة، هي التي تضمن انسحابه إلى أمكنة معينة، مواعيد تسليم سلاح، دخول بعملية سياسية إلى آخره. بند وحيد فقط لا غير. بندك الوحيد أنت يعني مطلبك الوحيد كمواطن سوري أن يكون وقف العنف هو على رأس الأولويات في جنيف، وإلا سندخل بمتاهة أكبر إذا بدنا نبلش نتقاسم الوطن السوري بجنيف. أيوة، كررنا التجربة العراقية. طيب أستاذ فاتح، أولاً أولوياتك ما هي؟ أرجو ألا يكون الصديق خالد يقصد فعلاً أنه يعتقد أن بمؤتمر جنيف سيتوقف العنف، لانه مثل هذا الادراك يشطب الدكتور تماما. الدكتور حسان يعني؟ لا، الدكتور خالد صديق خالد. ايوه، لانه مثل هذا الادراك يشطب تماما على اي جهد وطني داخلي، وهو يدعو تماما كانه واضح تماما ان الامر الان في جنيف، وعندما يتوقف العنف بصير الجهد الوطني. انا باعتقادي هذا وهم شديد جدا جدا، لن يتوقف العنف في سوريا، وكل شروط الواقع الجغرافي العسكري في سوريا بتأكد أن هناك أطراف تستطيع متابعة عنف لزمن طويل، حتى على الرغم وجود الآن قرار بتشطيب جبهة النصرة من الوضع العسكري مع دولي. هذا واحد. أنا أرجو تماما أن ينصب الجهد على الجهد الوطني المشترك بمؤتمر حوار بثلاثة أوراق الآن هي موجودة داخل البلد، ورقة للنظام، ورقة لمنظومة قوى التغيير السلمي، خارطة الطريق، وورقة تنفيذية خاصة بها، ومبادئ أساسية لهي التنسيق أيضا، ورقة مذكرة تنفيذية خاصة بها. كله هذا صار في العلن. ألا توضع هذه الأوراق في الداخل، أن توضع في جنيف، هو كتير خطير بصراحة، تفكير خطير ومقلوب ويساهم في الأزمة إضافة. اثنين، بالنسبة لي وأنا هيك باعتقادي تماما، بأي عمل جدي في جنيف أو غير جنيف، النقطة رقم واحد، هل الأطراف المتشاركة يجب أن تضع مبادئ للحوار، الحوار بالتوافق، لا يحاول أحد يلغي أحد أولا، الحوار بمن حضر بتشجيع أطراف أخرى، وهكذا مجموعة مبادئ يجب أن توضع هذه المبادئ لنتفق عليها أيضا في الميثاق الوطني. في أي أزمة وطنية لابد من عقد سياسي جديد مطلوب العمل عليه، هوية سوريا العربية والإقليمية والدولية، الكثير من المبادئ، وهي تؤسس الدستور وتؤسس القوانين الأخرى. ثلاثة، هناك خطوات تمهيدية ضرورية جدا من أجل خلق التواسق، موجودة هذه الملفات والخطوات، شيء عند النظام، شيء عند المعارضة الأخرى التي تحب تحضر المؤتمر الحوار الوطني أو مؤتمر جنيف، كانت مسلحة ولا غير مسلحة، تترك سلاحها لتوقف العنف وتحاور ولا لا. أي طرف بيحضر، هناك عدد ملفات منوطة به تماما، واقع على عاتقه، لازم ينفذها تماما. على رأس هذه الملفات الاعتقال، الخطف أمام الطرق، موضوع الوضع المعيشي، هناك عدد كبير من الملفات، والاعتقال القديم والتعويضات، ووضع اللاجئين في كل مكان، ووضع تعويضات اللاجئين والخراب الهائل في البنية التحتية للبلد. هناك عدد كبير من الملفات بجزء منها تقع على طرف، ومن الأفضل أن تبدأ تنفيذ هذه الملفات قبل وصول اتفاق حول حكومة وطنية مؤقتة، لأنه التنفيذ أو حتى شكل النظام، يعني شكل نظام لاحق. أنا الآن أتحدث عن المهمة الأولى، خروج من الأزمة بصراحة، لم أصل بعد المهمة الثانية. البعض يذهب إلى جنيف كأنه الموضوع تقني، بالنسبة لنا ليس الموضوع تقني، هو عملية واحدة، وهناك معركة سياسية كبيرة جدا جدا. بدون هذا الأمان الذي أتكلم عنه يستحيل وصول للمرحلة الثانية، بل سندخل للأسف في احتمالات كارثية تماما. المسألة الرابعة والهامة هو الاتفاق أو التوافق على كل الوسائل والتقنيات من أجل التنفيذ، أيضا التوافق على موضوع الضمان، ونحن نحب التركيز على وسائل الضمان الداخلية من قبل هي مؤسسات اعتبارية واسعة هناك في الكتلة، العديد من الشخصيات والفعاليات بصراحة يمكن أن تشكل عامل ضمان، لأنه العامل ضمان الدولي حتى لو قطع السلع عن الآخرين هناك إمكانية استمرار العنف كما جرى في العراق.
كان هناك قرار تجاه القاعدة في العراق، لم تتوقف القاعدة في العراق ولا ثانية حتى هذه الدقيقة، وتكاد أن تضع العراق في حالة حرب أهلية للأسف قبل سوريا بسبب استمرار الوضع تماما يعني. وإن كان هناك نموذج صحوة حاول أن يقضي على موضوع وجود القاعدة في العراق، تم بذل جهد هائل باتجاه موضوع الصحوة ولم يستطع أن يقضي على ذلك. الآن هناك استقطاب سياسي على أرضية طائفية بصراحة يستحيل أن يقضي على هذا السبب يعني. ومن ثم بعد ذلك نستطيع الدخول في الحوار بمرحلة انتقالية وموضوع التغيير الديمقراطي الشامل. لدينا المؤسسات، لدينا المبادئ، نستطيع الانطلاق إلى تفصيلات المرحلة الانتقالية. بالتأكيد يجب أيضا أن نتفق كيف يكتسب هذا الأمر شرعية من خلال الاستفتاء ومن خلال موضوع التصويت. طيب أليس البرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس الدكتور بشار الأسد فيه من هذا الذي تتحدث عنه الكثير؟ هناك يعني عناوين مقنع ولا غير مقنع؟ كل هذه العناوين التي تحدث عنها موجودة. أيوة. لكن ليس المهم بهذه العناوين بصراحة. العناوين تدل على جدية بسبب طرح المبادرة. وأنا أقول الآن في الداخل هناك ثلاث مبادرات. أيوة. مطلوب تركيز الجهد الوطني عليها تماما. الإشكال طيب. ليس في بالعناوين، الإشكال في المحتوى التفصيلي لهذه العناوين. نعم. أي بأوراق العمل التنفيذية. حتى الآن النظام لم يطرح ورقة عمله التنفيذية. كل الإشارات تقول أن النظام وافق على الحضور بالصيغة العامة بدون ورقة عمل تنفيذية باعتقاد هو ثلاث مراحل ست. لا لا، هذه ليست الوضع التنفيذي مختلف تماما. ورقة عمل تنفيذية مختلفة تماما. طيب. أنت ماذا تريد في الميثاق الوطني؟ ماذا تريد مبادئ على الطاولة؟ كيف تبحث موضوع الضمان؟ يعني إذا ما اجتمعت الأطراف كيف يمكن ملء الفراغات؟ يعني كان هناك عناوين عريضة هي أوكلت الأطراف. أنا أطرح حضور أطراف في الداخل وملء الفراغات. أستاذ فاتح، حينما يكتب المشرعون الدستور وفقهاء القانون الدستور يضعونه بعناوين عامة فيه ديباجة، ثم يأتي المشرعون فيما بعد والقانونيون ليملأوا الفراغات حتى هذه العناوين. حتى الآن بسوريا يعني هناك طرحت الآن عناوين كالميثاق الوطني وغيره، الفترة الانتقالية ما بعرف شو يسموها، لكن يعني يجب على باقي الأطراف فيها التي تبحث في هذه التفاصيل. على أي حال أنا أشكرك، شكر حضرتك كثيرا، وتفضل أستاذ خالد يعني أعطي خلاصتك في هذا الموضوع. أنا في تقديري ليس ردا على أخي فاتح وإنما توضيح في الجزئية التي أفهمها والجزئية التي تصلني شخصيا. من متابعة بسيطة، لا توجد أي ظاهرة عنف على مستوى جغرافيا العالم إلا وخلفها من يستفيد منها. لاحظ عندما تسقط هذه الظاهرة، لو عدتم ودخلتم أكثر إلى جغرافيا وخارطة الخارطة الأمنية للعراق لوجدتم أن هناك من يستفيد من الصحوات، وهناك من يستفيد من القاعدة، وهناك من يستفيد من جميع الظواهر التي تحصل الآن على مستوى التفجيرات، هذه الظواهر الأمنية، هناك من يستفيد. في فهمي المتواضع جدا أن الحاصل في سوريا هناك من يستفيد منه، وهي القوى المشتبكة الأساسية الرئيسية. عندما تقنع هذه القوى هذه وتتراجع عن الفائدة أو الاستفادة، تسقط من يدها إمكانية أن تستفيد من ظاهرة العنف قولا واحدا، تتنازل عن هذه الأدوات ويتتلاشى ظاهرة العنف. لكن أنا قلت أن جنيف، أقول وأعيد أنه قد نذهب إلى جنيف وتبقي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها تبقي تحمل على ظاهرة العنف، فقد يبقى العنف نعم، لكن أنا لا أريد جنيف من أجل أنه مجرد ما ذهبت إلى جنيف وقف العنف. سأضغط على خصمي وسأضغط على عدوي الذي حاول أن يدخل علي من هذه النافذة من أجل أن يوقف العنف. كيف؟ بمحاولة المشاغلة والحسم الميدانيين. فلذلك بتشوف هلأ قواتك المسلحة شو عم تعمل؟ عم تحاول تداهم، عم تحاول تهجم، عم تحاول تضغط في الميدان. ليش؟ مشان ترسل رسائل لبرا على أنه التعويل على هذه المجموعات يساوي صفر. هذه بدنا ننتبه لها، يعني قد تخذلك الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل لك 3 جنيف و4 جنيف، لكن ما تعطي أوامرها بإيقاف العنف للمجموعات التي تستعملها على مستوى الداخل. أخيرا بس من شان جنيف، أنا شخصيا أقول لن يتناقش السوريون حول أي موضوع في جنيف، ومن الخطأ أن يتناقشوا حول أي طيب موضوع. ايش رايحين اصلا؟ أعملك شوي في تقديري خطأ أنه يتناقشوا. لماذا؟ لأنه أنا في تقديري أنه هذا الجنيف بين قوسين ليس من أجل السوري، ظاهره من أجل السوري، وإنما كينونته الأساسية من أجل فض حالة الاشتباك الحاصلة على مستوى المفصل السوري وبعض الأطراف الأخرى. السوريون بيرجعوا إلى الجغرافيا السورية، السوريون يديرون الحوار، وجميع العناوين التي مر عليها أخي فاتح قبل قليل هذه تدار بين السوريين.
لأنه يا صديقي أنا لا أقبل إطلاقا أن تستقوي الدولة السورية، السلطة السورية، أن تستقوي بالروسي على المعارضة السورية في جنيف، أو أن يستقوي أو تستقوي إحدى مكونات المعارضة على الدولة السورية أو على السلطة السورية في جنيف. يعني حالة الاستقواء التي تم الاشتغال عليها في الشهور القليلة الماضية هذه يجب أن تنعدم من حياة السوريين، وإلا تحول السوريون، كل السوريين من معارضة ومن موالاة ومن دولة ومن سلطة ومن مؤسسات إلى أدوات استعمال في يد قوى خارجية وقوى إقليمية للأسف. بصراحة أريد تعليق صغير جدا. صغير. أنا باعتقادي هدول العملين ما بصير إطلاقا نحطوا مواجهة بعضهم البعض، والعمل الأساسي هو عمل وطني داخلي بامتياز قبل مؤتمر جنيف، لأن العنف لن يتوقف، والجهد الداخلي كان مطلوب منذ زمن طويل تماما. وضعهم تجاه بعضهم هو خطأ شديد، وبيسمح بشكوك إضافي أن السلطة ليست جادة بعمل وطني داخلي حقيقي بصراحة، لا هي ولا هي التنسيق، لو نفس المبدأ كله من طرف آخر بصراحة. طيب من هو الطرف الثالث الذي غير هدول الأوروبا؟ هي منظومة التغيير السلمي والكتلة الشعبية. الطرف الثالث الذي سيشجع الداخل السوري لحتى يجتمع مع بعض. الكتلة الشعبية بسوريا الآن ليست إرادة سياسية على الأرض حقيقية. أيوة. لأنه نخبة خانتها بصراحة إلى مفهوم الثورة. أيوة. وعمل الثورة. والنظام أيضا الآن حاليا لا يسمح ابدا بعمل سياسي وهو خطير يمكن استغلاله. أيوة. من اجل تحويله لقوه. انا بس يعني جمله صغيره دكتور. لا شك يجب ان يسير العملين بالتوازي، ايقاف العنف والحل السياسي. يجب ان لا يقف الحل السياسي على الاطلاق. الان قبل جنيف او بعد جنيف يجب ان يسيرا بالتوازي. افترضنا فشل مؤتمر جنيف، هل نوقف الحل السياسي ونتوجه فقط إلى الحل العسكري؟ مظاهر الأزمة في سوريا ليست مسألة مسلحة فقط لا غير، هنالك بعد ثقافي، هنالك بعد سياسي، هنالك بعد مسلح بالموضوع. فيجب أن تتضافر قوى المجتمع، لكن اليوم كلمة تتضافر قوى المجتمع لا شك أنا أحمل السلطة السياسية المسؤولية الأساسية في إطلاق عملية التفاعل الاجتماعي، لأنها سلطة سياسية، لأنها تملك من الإمكانات أكثر مما تملك أي قوة أخرى على الأرض. من هذه الناحية أنا أحملها مسؤولية المبادرة إلى إطلاق فعاليات سياسية وحراك سياسي، إعادة الحياة السياسية للمجتمع السوري. أنا يعني بالختام أشكركم. بس لو ثانية معلش، بس لا احتراما لما ساقه لأنه مهم. إطلاق عمل سياسي لا يأتي بإرادة سلطوية علوية. إطلاق عمل سياسي وحراك سياسي ومشهد سياسي جديد يحتاج إلى منصة تشريعية جديدة، وهذا ما يتم الاشتغال عليه أو ما يجب أن يتم الاشتغال عليه. آسف. أيوة. أنا أشكركم شكر جزيل، وأختم طبعا بهالمقولة الجميلة، قال: إذا لم تحدد قواعد أي حوار ومقاصده ارتبك سياقه وضاعت نتائجه، وقبل أن تتحاور عليك أن تحلل كلامك إلى عنصرين أساسيين، النتيجة المقدمة المنطقية ثم النتيجة. فنتمنى إن شاء الله أن يكون هذا أيضا هو موضوع حلقتنا في الأسبوع القادم، لازلنا في خيمة جنيف حتى نشوف شو المفيد وشو غير المفيد بالنسبة للسوريين. تحدثوا الضيوف الكرام عن الحل أنه يجب أن يكون سوري سوري وليس حل مستورد، لأنه الشعب هو المعني بالدرجة الأساس بأن يحل مشاكله بنفسه، وهو بالغ وناضج وقادر على أن يقود زمام أموره. أنا أشكركم شكر جزيل سادة الأكارم، يعطيكم العافية إن شاء الله. يعني لنا لقاءات أخرى. شكرا دكتور، وشكرا للسادة المشاهدين. هذا فيقي عمل معي، يحييكم وبإذن الله أسبوع القادم لقاء في مالله.